رشيد الريفي، مستشار جمال معبكرين، الدائرة مرجانة. كنشكروا السادة على هذا الدوري اللي قدموه الجهة ديال مرجانة جامعة الملك عبد الكريم. بالنسبة الحمد لله على الناس اللي قاموا بهذا الدوري وداروا هذه الأنشطة، وكنشكروا السي نور الدين قشيبال على المساهمة ديالو معنا، وكنشكروا السي مصطفى الميسوري اللي قام حتى هو بدوره، عطانا واحد جوائز ديال بالنسبه للناس ديال اللي منظمين الدوري، والحمد لله اللهم لك الحمد احنا قايمين بهذا الدوري هذا، والحمد لله ان شاء الله. باش جاتكم يعني باش تقوموا بالتيمين هذا الدوري، كيفاش جاتكم الفكره ديال انكم تقدموا واحد الشباب؟ احنا الشباب الحمد لله في كل عيد كيتجمعوا هنا، في كل كيتجمعوا كيبقاو يهضروا على ننضموا شي دوري، نحاول ما امكن ندير واحد الانشطه هنايا، وجات واحد الفكره بان نضم واحد الدوري بسيط ان شاء الله مع المستقبل ان شاء الله. كنفضلوا باش نديروا واحد دوري كبير ان شاء الله، دابا هذا غير دوري صغير ان شاء الله ما يكون غير خير قدام. شحال هي الفروق اللي 8 ديال الفروق؟ 8 ديال الفروق. لفقاش بديتوا اليوم؟ بدينا اليوم، بدينا اليوم الافتتاح. بالنسبه للجمعيه او المنظم يعني بالنسبه لي ما كاينش جمعيه زين حاليا، عاد كنفكروا ان شاء الله باش نديروا شي جمعيه بيناتكم. بيناتنا دايرين واحد الدوري، وان شاء الله كنفكروا ان شاء الله باش نديروا شي جمعيه ان شاء الله يسخر الله. مدعمين كاين السي نور الدين قشيبال، كاين السي مصطفى ميسوري، والناس المجاورين ديال الدائره. رساله للشباب يحاولوا ما امكن، حنا هذه كان يعني كنديروا غير واحد الدوري باش ما يكونش صداع، ما يكونش فهمتي، نحاولوا ما امكن ندوزوا واحد الانشطه بخير وعلى خير. السلام عليكم، شكرا بزاف. حاتم تعالبي، رئيس فريق دي اب كاما، وكيشرفني نكون معاك. بالنسبه للفكره اللي خلاتنا اننا نشاركوا في الدوري، انه الدوري زوين وكيلقي المحبه بين الخوت، و وكنكون واحد الاجواء عائليه، هادشي اللي خلانا اننا نكونوا في هاد العيد الاضحى ونشاركوا ان شاء الله بهذا التنظيم هذا الرائع اللي هو في المستوى. والناس اللي كانوا مشرفين بحال الرئيس ديالنا السي رشيد كان يعني في القمه، وكان درنا هاد الدوري اللي هو زوين بزاف، واي متطلبات كنا كنطلبوها الحمد لله كنا كنلقاوها. عندي عديد المشاركات وكنت كنشارك في دوريات يعني من قبل، وبالنسبه لهذا الموسم هذا لهذا العام يعني الحمد لله اول مره كننظم كتسمى كنكون فرقه ديالي وكنكون انا المشرف عليها، وان شاء الله عندنا ماتش غدا ان شاء الله في الدوري، وغدا ان شاء الله نتمنى نكونوا في المستوى اللي يشرف هذه المنطقه هذه. كيفاش جاتك الاجواء ديال هذا التنظيم هذا ديال الدوري هذا؟ بالنسبه للتنظيم كما قلت ان التنظيم رائع جدا، وكان في يعني في المستوى، ومازال ان شاء الله التطور من هنا هذا غير البدايه، مازال ان شاء الله القادم غيكون زوين زوين بزاف ان شاء الله. رساله للمسؤولين؟ بالنسبه للمسؤولين كانوا في الجميع يعني الاعضاء كانوا في القمه وفي المستوى وشرفوا بنا، وكنشكرهم بزاف على الدعم ديالهم لينا وعلى الوقفه ديالهم معنا اليوم في الدوري هذا. السلام عليكم، معكم حمزه النوار من دوار برانس مولاي عبد الكريم اقليم تيونس. كنشكركم بعدا على الحضور ديالكم وشكرا جزيلا، والصراحه هاد الله عجبنا هاد الاجواء اللي داروا لينا واحد المنظمه زوينه الصراحه ديال الله. هادشي اول مره غادي يكون عندنا الصراحه في المنطقه ديالنا، وهادشي كان الصراحه عندنا وكان داكشي بالعشوائي يعني ماشي زعما. الصراحه كنتمنوا الخير من القدام، يستقبلوا لنا تيرانات، يزيدوا يدعمونا الصراحه. الله عندنا مواهب الصراحه ديال الله تبارك الله، دراري نقيين وكيلعبوا وعندهم واحد الحب ديال الكره وطموح كبير، وتنتمنوا من الله الخير للجميع والتوفيق للجميع، الله يسهل للجميع. ونتمنوا كما قلت لك من المسؤولين يشوفونا ويشوفوا من الحل ديال هاد المواهب اللي ضايعه. بالنسبه لي المواهب ضايعه بزاف،
وتنتمنى لهم الخير. الصراحه ديال الله طموح كبير هذا الصراحه، كنطمحوا نزيدوا لقدام وكنتمنوا من الخير هادشي اللي قلتي يتحقق لينا. والصراحه ديال الله نتمنوا من الخير بزاف، وتنظموا ولكن كنظموا ديك بحال اللي كتقول هذيك المنظمه غير صغيره، الدوريات صغار، دوار مع دوار، اقليم ما كاينش حتى ماشي حاجه اللي كبيره بزاف. والصراحه هذه نقطه زوينه، بدايه زوينه بالنسبه لنا اللي جاوا لهاد الناس هادو وشافوا يعني واحد النقطه، واحد الاتجاه اللي شافوه يعني ضايع. وكنتمنوا من الله، نتمنوا من الله الخير، اللي نتمنوا الله من الخير اللي يزيد القدام هادشي هذا. والصراحه عطينا شي احاطه على هاد التورنوا هادي، وشحال العدد ديال الفرق؟ العدد ديال الفرق كاينين 8، كاينين 8. وش نقول لك، دايرين بالنسبه للنقاط يعني كل اللي خسر تيدوز بثلاثه، اللي تقصى كيولي يلعب ماتش، والاقصائيات والنقاط داك الشيء هذاك. كنشكر الفريق ديالي اللي زعما الصراحه اللي مستوى زوين تبارك الله، وكان مستوى الصراحه جميع الفرق اللي تبارك الله زوينين. كنظن واحد الاسبوع بحال ما هكاك وغادي يكون ان شاء الله نهايه هاد التورنوا. نتمنى الله من الخير والتوفيق للجميع، وشكرا بزاف. شكرا. السلام عليكم. طريق مشكور، دوار البرانس، كيتسامي الفريق شباب برانس. هاد التورنوا هادي دايرها منظمها جماعة مولاي عبد الكريم، فيها 8 الفراقي، وكنت كنبغيوها تزيد تطور فهمتي. بالنسبة للتنظيم زوين، وكنتمناوه يزيد يتطور. نتوما ان شاء الله تزيدوا توصلوا هاد الرسالة ديالنا باش تزيد تطور. هادشي اللي بغيت انا بالنسبة لهاد المنطقة هادي، منسية شوية بالنسبة للكرة، بالنسبة للتيرانات، بالنسبة بزاف الحوايج كنتمناها تزيد تطور. وشكرا ملي جيتوا لعندنا نتوما. سمعنا بلي هذه اول مره غادي يتنظم هذا الشيء، يعني كيفاش كنتوا كدوزوا الاجواء قبل ما يبدا التنظيم؟ وراك عارف حنايا هذه شحال بالنسبه، كنا غير الدراري بعضياتنا، هما اللي كان جي دوار مع دوار كنلعبوا، ما كانش الامكانيات باش نوصلوا. الحمد لله دابا الدراري راه كيتقاتلوا شويه بشويه. كنتمنوا من الجماعه ديالنا تسمع لنا حنايا باش تزيد يتقدم هاد التورنوا. وكنتمنى خويا والله العظيم الا كنتمنى بزاف، كاينين بزاف الشباب هنايا. كتشوف ان كاينين الدراري عندهم الدراري تبارك الله، خصي اللي يعاونهم ويوصلهم فهمتي. وكاينين الدراري تبارك الله عايشين في مدن هنا، راه هما اللي مطوعين باش دايرين هاد التورنوا، وكنتمناوها تقدم بزاف. كنشكركم نتوما جيتوا عندنا وقبلتوا الدعوه. كلمه اولى رساله يعني موجهه للمسؤولين ديال التنظيم ديال هاد الدوري هذا. كنتمنى انا بالنسبه للمسؤولين هادو كنشكروهم بزاف فهمتي. هذه مبادره زوينه داروها، وكنتمنى تزيد تطور وزيد بزاف الناس يعاونوهم، يديروا لنا شي تيرانات زوينين فهمتي. راك عارف انت، راك كتشوف هنايا التيران باقي الله جديد، مازال فيه الحجار ومازال معاوش. المهم هادو غير الدراري تبارك الله تكلفوا وداروا هاد التورنوا فيها 8 الفراقي، وكنتمنوها تزيد تطور. وهادشي اللي غادي نقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.